السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديالنا بالنسبة للناس ديال إلكترو سينيتيك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله نشوف واحد الحاجة اللي مهمة وهي لو إيكيفالون la source de tension en source de courant. يعني كندير واحد لا ترانسفورماسيون la source de tension كنحول la source de courant أو كيكون عندنا source de courant كنحول la source de tension. وهذا الشيء كيسهل لنا اننا ندير واحد التحليل ديالنا لواحد السيركوي سي سامبلوم حيت كيقولك في لا سيركوي جبد لي واحد القيمه دونك خاصك دير واحد التحليل اكسيتيرا باش تجبد هاد القيمه. ومن بين هاد لي ميثود كنديرو هاد لا ترانسفورماسيون ضروري صافي لا ترانسفورماسيون سي تري بيان. الوغ دابا جي نديرو التعريف ديالو. نشوفو دابا التعريف ديال لا ترانسفورماسيون مناش من سورس دو تونسيون سورس دو كورون. يعني بين نحولو من سورس دو تونسيون لسورس دو كورون صافي يعني هكا التحويل غادي يكون بحال هكا سي تري بيان من سورس دو تونسيون لسورس دو كورون. الوغ اشنو كنلاحظو كيكون عندنا واحد لا سورس دو تونسيون ها هو وكتكون عندنا واحد ريزيستونس كما كتلاحظو انهم اون سيري ياك يعني هادو مالهم اون سيري سي تري بيان R1 و RS اون سيري. هنا راه كاين سيركوي راه طويل حنا راه شدينا هاد البارتي هادي صافي هنا السيركوي راه طويل ماشي هكا داير سيركوي صافي. هنا كاينين لي اليمون خاين ريزيستونس اكسيتيرا حنايا هزينا غير هاد البارتي باش نحولوها اللي ممكن اننا نحولوها. عندنا هنايا واحد لا سورس دو طونسيون وعندنا ريزيستونس اون سيري ممكن اننا هاد لا سورس دو طونسيون نحولو لسورس دو كورون. هنا عطانا واحد طونسيون في اس دونك الرموز ماشي مهمين اما في اس اما او على حساب البروف المهم القيمة كتكون بالفولت سي ان طونسيون. الو كنحولو لواحد الكورون اي اس الو بالامبير سي بيان. الو اشنو كيتحول لنا هنايا هاد الريزيستونس اللي كانت اون سيري كتحول لنا واحد الريزيستونس كتولي اون باراليل مع داك لا سورس دو كورون. دابا فهمنا التحويل ديالنا. دابا السؤال المطروح شكون هي القيمه ديال اي اس. حنا راه كتكون عندنا القيمه ديال في اس ديال الطونسيون وكتكون عندنا القيمه ديال ريزيستونس قلنا القيمه ديال ريزيستونس ما كتغيرش ها هي ما تغيراتش ولكن القيمه ديال اي اس اش كتساوي لنا كتساوي لنا القيمه ديال لا طونسيون مقسومه على ديك الريزيستونس اللي كانت اون سيري معاه صافي سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هذا لو بوين مزيان. هذا هو كيتسمى لا ترانسفورماسيون من لا سورس دو طونسيون اون سورس دو كورون. واش نشوفو فواحد ليكزومبل مزيان. هادي راه ايكيفالون يعني هادي راه كت ايكيفال يعني انه من هنا لهنا راه ممكن ها هي نديروها بالخضر مزيان يعني الا كان عندنا ولكن بشروط. الا كان عندنا هنايا ركز معايا الا كان عندنا هنايا واحد لا سورس دو كورون وعندنا واحد ريزيستون اون باراليل ماشي اون سيري اون باراليل كنقدروا نحولوها لواحد لا سورس دو طونسيون ياك ولكن الريزيستونس ما كتبقاش اون باراليل كتولي اون سيري حيت الريزيستونس ما كتغيرش القيمه ديالها ار كتساوي ار دونك ما تغيرتناش ولكن كيكون عندنا حنا القيمه ديال اي اس وكيكون عندنا القيمه ديال ار خاصنا نجبدو القيمه ديال في اس لان هاد لو كورون ما بقاش حولناه للطونسيون دونك هاد في اس كتولي القيمه ديالو كتبوها هنايا في اس كتولي القيمه ديالو هي اي اس فوا لا ريزيستونس ديالنا ار يعني كنضربو اي اس في ار باش نلقاو في اس. وهذا هو اللي كيتسمى لو ايكيفالونس دو سورس دو طونسيون اون سورس دو كورون. الوغ نديمونطريو حنا على هاد الغولاسيون هادي ندير واحد لا سيركوي بسيط باش اننا نديمونطريو عليها. ركز معايا الوغ نقولو اننا عندنا واحد لا سورس دو طونسيون ها هو كيعطينا طونسيون في اس مزيان وعندنا هنايا واحد ريزيستونس ار مزيان نكملو السيركوي نسدو وهنايا عندنا واحد لا سيركوي سميو ار ال ياك يعني تجريبي بحال هكا سي بيان. الو هذا قلنا انه كي ايكيفالي لنا نقدروا اننا نحولو لواحد سورس دو كورون يعني هادي يولي بهذا الشكل ها هو سورس دو كورون
ها هي اي اس تحولتنا لاي اس، وهذا الريزيستونس كتولي اون باراليل، متفق معايا سي بيان ار. دونك وهاد السيركوي الباقي ديال السيركوي ما كيتسقاش، ركز معايا غنشرحوها مزيان مزيان. ها ار ال الو تبان، شكون هي ايكيفالون؟ راه شرحناها في الحصه الفايته، قلنا حيت تسمع ايكيفالون في الالكترو سينيتيك، وهو انه ما كيتغيرناش، لا ما كي السيركوي ما كيتغيرش، يعني اش يعني لو كور و لو طونسيون ما كيتاثروش. سي تري بيان، يعني هنا الا كانت عندنا واحد القيمه هنايا اي ال، هذه واحد لو كورون سميتو او ال، وهنا واحد لو كورون اي ال اللي كيمر هنايا. دونك حنايا شنو درنا؟ شدينا هاد البارتي كامله مالها، درنا لها الايكيفالون، يعني غيرناها، غيرناها بوحده كتخدم لا ميم نفس الخدمه ديالها، صافي. يعني ان هاد لو كورون اي اللي كيخرج لنا من هاد الايكيفالون هذا كيبقى هو اي، لا طونسيون كيبقى هو لا طونسيون، يعني ما كيتغير حتى حاجه، صافي. يعني القيم ما كيتغيروش، يعني اي ال ما خاصهاش تغير هكا، يعني هاد القيم هادي ما كتغيرش ما كتبدلش، هذا هو كيتسمى ايكيفالونس هكا. هاد لو بوين فهمناه سي تري بيان، يعني اي ال اللي كاينه هنايا هي اللي كتساوي لنا اي ال اللي كاينه هنايا. الوغ دابا نديمونطريو لا غولاسيون ديالنا صحيحه ولا لا، واش اي اس بصح كتساوي لنا في اس على ار بتطبيق كما العاده. لا لوا دو كيرشوف، لان قلنا لا لوا دو كيرشوف هي كل شيء، هي من جبدنا هذا الشيء كامل هكاك. يلا تبعوا معايا، اول حاجه نديرو لا ديفيزور دو طونسيون. علاش ديفيزور دو طونسيون هنايا؟ لان عندنا ار مع ار ال مالهم اون سيري، صافي، وعندنا هنا التيار اي كيمر، يعني نقدروا نديروا لا ديفيزور دو طونسيون. اش كيقول لنا ديفيزور دو طونسيون؟ ديفيزور دو طونسيون كيقولك ان لا طونسيون، نقولوا هذه هي الطونسيون في ال، صافي الطونسيون ديال هذه، وهذه في ال الطونسيون ديال هذه، يعني ما كتغيرش. مزيان، كتقولك ان لا ديفيزور دو طونسيون راه شفناها في الحصه الفايته، ديفيزور نكتبوها هنايا، غادي نخدموا ديفيزور دو طونسيون، يعني كنحسبوا لا طونسيون ديالنا. قلنا الشروط ديال ديفيزور طونسيون هما كيكونوا لي ريزيستونس اون سيري، سي تري بيان. فانها كتساوي لنا في ال، الا بغينا نحسبوا هاد في ال هادي، فانها كتساوي لنا في اس، في اس يعني لا طونسيون توتال اللي عندنا في اس فوا فوا في ال فوا ار ال، ريزيستونس اللي عندنا هنايا مقسومه على ار ال بلس ار، ار ال بلس ال. احنا خدمنا لا ديفيزور دو طونسيون سي بيان. وشنو عندنا هنايا؟ لا لوا دو اوم، لا لوا دو اوم كتقول لنا ان في ال كتساوي لنا اي ال فوا ار ال، متفق معايا سي تري بيان. يعني من هاد دو غولاسيون هادو نقدروا نستنتجوا القيمه ديال اي ال، سي بيان. هادي كتساوي هادي، هادي اتمشي مع هادي، اتبقى لنا اي ال كتساوي في اس مقسومه على ار ال بلس ال، صافي سي بيان. هنا في ال في ال متساويين، اختزلنا ب ار ال مع ار ال، لان هادي كتساوي هادي، بقات لنا اي ال كتساوي في اس مقسومه على ار ال بلس ار، سي بيان. الوغ لا ميم شوز بالنسبه للسيركوي الثاني، السيركوي الثاني غادي نخدمو لا ديفيزور دو كورون، ديفيزور دو كورون. علاش ديفيزور دو كورون؟ حيت عندنا الشروط اللي كاينين ان لا ريزيستونس بجوج انهم اون باراليل، يعني نقدروا نخدمو لا ديفيزور دو كورون، نشوف واش القيمه ديال اي ال اشنو شحال هي. الوغ اش كيقول لنا لا ديفيزور دو كورون؟ كيقول نقدروا نحسبوا لو كورون الثانيه، يعني اي ال، كيقول ان اي ال كتساوي لنا اي اس، يعني لو كورون توتال اللي عندنا اي اس فوا ريزيستونس، ماشي ار ال، ريزيستونس الجوجه وهي ار، هادشي راه شرحناه. لا ديفيزور دو طونسيون الا كانوا اون باراليل مقسومه على ار بلس ار ال. اللي ما فاهمش الشيء راه ما شافش الحصه الفايته، اما اللي شاف الحصه، اللي شاف الحصه الفايته ديال ديفيزور دو طونسيون ديفيزور دو كون، هادشي غادي يجي بحال الماء
سي بيان. دونك دابا عندنا اي ال هنا و اي ال هنايا، وكنعرفوا انه حيت كنديروا ايكيفالون ديال شي حاجه، يعني هاد القيم هادو ما كيتغيروش، كيبقاو كونستانت، يعني السيركوي ما خاصوش يتاثر. يعني اي ال اللي كاين هنايا كتساوي اي ال اللي كاين هنايا، دونك هاد اي ال اللي كاين هنايا خاصها تساوي لنا اي ال اللي كاين هنايا، باش اننا نقولوا ان ما تغيرنا ما تغيرتناش التيار. يعني اي ال هنا شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا في اس مقسومه على ار ال بلس ار. اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ال الجوجه اللي كتساوي لنا اي اس فوا ار مقسومه على ار بلس ار ال. عندنا ار ال بلس ار نختزلوا بها مع هذه، تختزل بها، تقدر تجيب هذه واحد اكسيتيرا. دونك من هذه لاغولاسيون هذه كنستنتجوا ان في اس كتساوي لنا اي اس فوا ار، صافي. وهذه راه ايكيفالون، هادشي العمليه ايكيفالون، يعني في اس كتساوي لنا ال اي اي اس كتساوي لنا في اس على ال. يعني هاد دو غولاسيون اللي عندنا هنايا حنا ديمونطريناهم باستخدام لا لوغ دو كيرشوف. هذا كيعني ان هادشي اكزاكتومون هو هذاك، صافي. يعني بلاصه انت ما دير هاد المراحل اون ديكتومون، كتحط البروف اي اس كتساوي في اس على ال، ولا في اس كتساوي اي اس على ار، على حساب لا ترانسفورماسيون اللي درتي، واش من سورس دو طونسيون سورس دو كور، او سورس دو طونسيون سورس دو كور، ولا من سورس دو كور لو سورس دو طونسيون. نتمنى ان هاد لو بوان فهمتوها مزيان. نشوفوا بعض الحالات الخاصه، وهاد الحالات الخاصه مهمه بزاف. نشوفوا الحاله الخاصه الاولى. الحاله الخاصه الاولى كتقول لك ولكن هنايا ماشي ايكيفالون، هاد الحالات هادو اللي درنا اللي شرحنا دابا راه ايكيفالون، من هنا لهنا صحيح ومن هنا لهنا صحيح، لا ميم شوز. ولكن هنايا راه امبليك، راه من هنا لهنا صحيح، ولكن من هنا لهنا خطأ، ما يمكنش من هنا تجي لهنا، لا امبوسيبل. اش كتقولك هاد الحالة؟ كتقولك الا كان عندنا واحد لا طونسيون، ياك واحد لا طونسيون، واحد سورس دو طونسيون، صافي، واحد سورس دو طونسيون، وعندنا واحد 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 ريزيستونس راه سميتو بي، يعني باراليل، واحد ريزيستونس باراليل مع لا سورس دو طونسيون، عاد عندنا واحد كما كنشوفو على شكل انه اون سيري، يعني جاي بحال هكا، صافي. فانه ممكن اننا نهملو ار بي، هادشي غادي نشرحوك دابا. يعني كنهملوه، يعني الا كان عندنا شي ريزيستونس هنايا اون، يعني الا كانت عندنا اكزومبل هنايا انا زدت لك واحد ريزيستونس هنايا اون باراليل مع في اس، فان التحويل من هنا لهنا ما كيتاثرش، كيبقى لا ميم شوز، يعني بحال ما كاينش. انت عطاك البروف بحال محيتيه، دونك بحال حولتيه هنا، يعني هذا من هنا اكزاكتومون صحيح، وكتبقى القيمه ديال اي اس كتساوي نيت في اس على ار نيت ار هادي. دونك هاد ار بي يعني كتهمل، كنهملوها لا ميم شوز هنايا بالنسبه للتحويل، ولكن من هنا لهنا لا ما يمكنش، صافي. الوغ ولكن في الحاله الثانيه، الحاله الخاصه الثانيه، من الى بغينا نديرو التحويل من لا سورس دو كورون لسورس دو طونسيون، سورس دو طونسيون، وكانت عندنا واحد الريزيستونس اس يعني اون سيري مع هاد اي مع لا سورس دو كورون، فانها ما كتاثرناش في التحويل، يعني بحال ما كايناش كنهملوها، لا ميم شوز كنهملوها، ولكن هنايا خاصها تكون اون باغلي باش نعملوها، وهنا خاصها تكون اون سيري باش نعملوها، صافي. وهنا امبليك يعني التحويل من هنا لهنا، ماشي تجي تحولي من هنا لهنا وتحط لي ريزيستونس هنايا لداخل، امبوسيبل. من هنا لهنا علاش؟ علاش؟ هذا السؤال واضح، صافي. لانه الى جينا لا ميم شوز، ها هو ديمونستراسيون، نعاودو، انا جيت حطيتك ريزيستونس هنايا، تبع معايا وركز معايا، سميتهاك اير باراليل، دونك كتقول لي انت ان هادشي غادي يبقى كما هو. علاش؟ لان هاد اير باراليل اون باراليل مع هاد لا طونس لا لو سورس دو طونسيون، دونك ما كتاثرش. علاش ما كتاثرش؟ ركز معايا، عندنا هنايا نكتبوا هادي اير ال صغيره باش نركزوا، اير بي سي بيان، عندنا ان اير بي اون باراليل مع من؟ مع لا طونسيون في اس، يعني لا طونسيون اللي عندنا هنا ما غاديش تاثر، حيت كتكون اون باراليل، يعني لا طونسيون اللي كاينه هنايا نسميوها بلوس موان، هي شكون؟ هي في اس، لان ما تاثرتناش.
هكاك غادي نديرو لا ديفيزور دو طونسيون. ديفيزور دو طونسيون اش كتقولنا؟ كتقولنا انه الا كان هادو اون سيري وعندنا هنايا واحد لا طونسيون صافي في اس راه طونسيون هي هنا، يعني ان في ال كتساوي لنا لا طونسيون اللي عندنا هي في اس ما تغيرتش، في اس فوا ار ال مقسومه على ار ال بلس ار، يعني ما تغيرتش القيمه ديالها صافي. وهنا في ال اشنو كتساوي لنا؟ في ال هنايا كتساوي لنا اي ال في ار ال، لا لوا دو اوم غادي نجبدو هاد القيمه هكاك. الوغ وفي هاد الحاله هادي لا ديفيزور دو كورون بالنسبه لهاد الحاله اللي بغينا ننتقلوا من هنا لهنايا، ركز معايا ان شكون اللي كيتغير هنايا؟ ما عندنا حتى حاجه كيتغير. الا جبنا حنايا اكزومبل، انا جيت حطيت لك هنايا، دونك نحيدو دابا هذه باش يكون الشرح اكزاكتومون هو هذاك. الا جيت انا حطيت لك هنا واحد الريزيستونس هنايا، شو معايا هادي اون سيري مع هادي، يعني هاد المعادله هادي ما جيش تغير. علاش؟ لان اي اس هادي دوز في هاد الريزيستونس ما غاديش تغير، يعني القيمه دي ما تغيرش. علاش؟ لان اون سيري قلنا من الشروط ديال اون سيري ان القيمه ديال لو كورون اللي كدوز في دوك العناصر اللي اون سيري الا كان عندنا ريزيستونس بيان سور فانه اي اس، دونك سلوك حنا بحال لقطة اي اس ها هي، يعني القيمه ديال اس ما تغيرش، يعني هنايا غادي تمرنا لا ميم شوز اي اس، يعني ما غاديش تغير. بما ان اي اس هي اللي مره في هاد لانو هادو وطبقنا على ديفيزور دو كورون، فان اي ال لو كورون اي ال كتساوي لنا اي اس لان ما تغيرتش، واخا درنا ريزيستونس هنا ما تغيرتش، فوق ار مقسومه على ار بلس ار. سي بيان صافي، هانتوما دابا فهمتوا علاش الا كانت هنايا اون باغالي واحد ريزيستون اون باغالي مع لا سورس دو طونسيون كنهملوها بحال ما كايناش كتحيدها، بحال ما كاين عطاك البروف حيدها بحال ما كايناش، دونك ولا عطاك هنايا حتى هي اون سيري كتحيدها بحال ما كايناش. وهادو هما بعض الحالات الخاصه اللي كاينه. دابا لو غندير واحد اكزامبل باش نابليكيو هاد لو ايكيفالون لا صالحه اكسيتيرا صافي. سي بيان نحيو هادشي ونشرح لكم هاد البارتي مزيان. شو معايا مزيان وركز معايا مزيان. الوغ عندنا في هاد الاكزومبل واحد لا سيركوي صافي، اش كيقول البروف؟ قال لك كالكولي اي 23، اي 23 يعني اي اللي مره فاش في الريزيستونس اللي كتساوي لنا 23 اوم، يعني هاد لا كورون هادي حسبها. اول حاجه كدير نتايا حيت يقولك حسب واحد الحاجه في واحد لو بوان، دونك ديك البلاصه ما خاصك تقيسها، يعني هاد البلاصه هادي ما خصناش نقيسوها ابدا، انتردي علينا ما خصناش نقيسوها، ما خصناش نديرو شي تحويل ولا شي حاجه، هاد البارتي هي اخر حاجه باش نقدروا نحسبوا اي 3. الا قسناها القيمه ديال هذا تغير صافي، يعني النتيجه اللي بغا البروف ما تلقاهاش. يعني اول حاجه عقل عليها وهذه من بين الاخطاء الشائعه انهم كيبدلوا ديك البلاصه، لا هاد البلاصه ما تقيسهاش لان حنا بغينا اي 3 دونك ما لقيتوش هاد البلاصه فين كاينه اي 23 صافي. سي بيان الوغ دابا اش غنديرو؟ كنشوف واش ممكن، واش كاين عندنا شي ريزيستونس اون باراليل اون سيري باش نحسبوهم باش نقدرو نلقاو اي 23 صافي. اول حاجه شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو ان عندنا لا سورس دو كورون وعندنا ريزيستونس اون باراليل مع، الا كانوا اون باراليل ريزيستونس مع واحد لا سورس دو كورون كنقدرو نحولوهم لاش للسورس دو طونسيون لواحد ريزيستونس اون سيري، ولكن هنا لا يمكن. علاش لا يمكن؟ لان حنا قلنا في الاول ان هاد البلاصه ما خصناش نقيسوها، دونك ما خصناش نقيسو هاد البلاصه حيت قالك حسب اي 23، يعني ما خصناش نقيسوها، يعني هادي ما نقدروش نحسبوها. ماشي تبدا لي بهادي لا وتقول لي اي 23 هنا، لا كايناش هادي، دونك هاد البارتي حيدها عليك، دونك هادي ما ممكنش اننا نحسبوها. شرحنا علاش؟ لان هاد البارتي بغينا نحسبو. غادي نمشيو لهادي، عندنا هنا طونسيون وعندنا هنايا واحد ريزيستونس، مالهم؟ مالهم اون سيري هاكاك. الا كانوا اون سيري ها هي لا سورس دو طونسيون وها ريزيستونس اون سيري، يعني نقدروا نديروا لهم واحد ترانسفورماسيون، نحولوهم لاش لواحد سورس دو كورون اون باراليل مع واحد
سيرس مع واحد ريزيستانس. يعني هنا الى حولناه وما دي تولي كتابه بحال هكا، ركز معايا. هاي غنمشيو بشويه باش نوريكم بعض الاشياء اللي ما كيديروهاش الطلبه. سي بيان، قلنا ان هذه تتحولنالاش، لا نحولوها سيرس دو كورون. حنا حولناها سيرس دو كورون مزيان، وواحد الريزيستانس اون باغالي. شحال القيمه ديالها؟ هي هذه نيت، هي 47. سي بيان، دابا نكملو السيركوي ديالنا. السيركوي ديالنا كملوه، ها هو 4 اوم، وعندنا هنايا لا سورس دو طونسيون، وعندنا هنايا لا ميم شوز، هادي ما تقاسناش 27 اوم. سي بيان، وهادي شحال قلنا؟ 20 فولتيك، 20 امبير، عفوا، لانها كتعطينا كورون. سي ان كورون، سي تري بيان. دابا كلشي مزيان. الوغ دابا شكون هي القيمه ديال هادي؟ نسميوها اي. القيمه ديال هادي، القيمه ديال هاد 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 اش هاد هاد سورس دو كورون، هاد الكورون اللي كيعطينا، هي اشنو؟ هي اي كتساوي لنا اشنو؟ كتساوي لنا اي فوا اي، اي اللي بغينا، كتساوي لنا لا طونسيون في الريزيستانس. صافي، لان حولنا من طونسيون لا الكورون، يعني كتساوي لنا لو طونسيون في الريزيستانس. مزيان، لو طونسيون هنايا هي 200 فولت، مقسومه على اش؟ على الريزيستانس. الريزيستانس شكون هي؟ هي دي 27 اللي كانت اون سيري، هي 47. سي بيان، حنا جبدنا القيمه ديال هادي، هي 200 مقسومه على 47 باش بالفولت. هاكاك، بالامبير، عفوا عفوا، بالامبير، لانها كورون. سي تري بيان. دابا نشرح لكم واحد الحاجه مهمه بزاف. صافي، عندنا واحد لا سيركوي، دونك هذا خو عندنا واحد لا سيركوي، ركز معايا. ها هو عندنا هنايا سورس دو طونسيون، عندنا هنا ريزيستانس، هنا غير باش نفهمو، هنا عندنا ريزيستانس، عندنا هنا سورس دو طونسيون، عندنا ريزيستانس اخرى. كيما كنشوفو ان هاد ثلاثة د ليليمون كاملين اون باراليل، ركز معايا، حيت كيكونو اون باراليل ممكن ان الترتيب ليس مهم، يعني الترتيب ليس مهم، يعني ممكن ان نغيرو في الترتيب ديالهم. هادي راه كات ايكيفالي، نغير في الترتيب ديالها، نجيب انا سورس دو كورون هنايا، ونجيب حدا داك سورس دو كورون لاخر، لانه ولكن خاصهم يكونو كاملين اون باراليل. وعندك هادي ريزيستانس، وهادي ريزيستانس الجوجة، وهادي ريزيستانس الثالثة. صافي، يعني حيت كيكونو اون باغالي كنقدرو نغيرو في الترتيب ديالو. هادي من اهم الاشياء اللي خاصنا نعرفوها. سي بيان، دونك هاد السيركوي نقدرو نغيرو في الترتيب ديال هادو، يعني هادو تلاتة مالهم اون باغاليل. يعني انا نجيب انا هذا نحيدو، نجيبو انا لهنايا، دونك ما كاينش اللي يقول لي شي حاجة. صافي، سي بيان، القيمة ديال هادي شحال قلنا؟ 47 امبير. هاكاك، سي تري بيان. دابا هادي وهادي اون سيغي نقدرو نحسبوها، اش تعطينا؟ ار ايكيفالون. اش كتساوي لنا هاد ار ايكيفالون؟ كتساوي لنا 27 في 47 مقسومة على 27 زائد 47. صافي، ما تقوليش كي درت لقيت هاد العلاقة. اون سيغي طبقنا لو ار ايكيفالون. صافي، دونك كتحسبها بكالكولاتريس اكزاكتومون، غتعطيك تقريبا 17.14 اوم. يعني هاد السيركوي كيعاد يولي لنا، ركز معايا وشوف معايا مزيان، هاد السيركوي هذا غادي يولي بهاد الكتابة هادي. صافي، دونك قلنا ان هذا خصني، الو شوف معايا، هاد لا سيركوي هذا يتحول لهكا. ها هو الريزيستانس ديالنا، ها هو هذه هي ار ايكيفالون اللي حسبنا. ار ايكيفالون شحال عطاتنا؟ حطوا القيمه ديالها 17.14. مزيان، هذا سورس دو طونسيون دو كورون، عفوا، وهذا ار 4، وهذا سورس دو كورون، وهذا واحد الريزيستانس اللي خاصنا ما نقيسوهش، كتبقى 23 نيت حتى لاخر حاجه اوم. صافي، 23 اوم. سي تري بيان.
الوغ هادي شحال هي 4 اوم. مزيان، هادي شحال قلنا هي 200 مقسومة على 74 اوم. مزيان الوغ، هذا وهذا نقدروا نبدلوا الترتيب ديالهم، نبدلوا الترتيب ديال هادو ممكن لانهم اون باغالي، نبدل الترتيب ديالهم هي باش تفهموا، اما اصلا نقدروا نحسبوهم غير هكا. نبدلوا الترتيب ديالهم، هتجي بحال هكا، ما كاينش مشكل في الترتيب، شرحنا علاش صافي. الوغ قلنا هذا القيمة ديالو هي 200 على 47، هذا القيمة ديالو هي 17.14. سيبيان هكاك، اشنو عندنا هاد البارتي هادي ها هي اللي بالحمر، مالها؟ عندنا لا سورس دو كورون اون باراليل مع واحد ريزيستونس، لا سورس دو كورون اون باراليل مع ريزيستونس، يعني نقدروا نديروا لها واحد ترانسفورماسيون نحولوها لا سورس دو تونسيون، يعني هذه نقدروا نحولوها لواحد لا سورس دو تونسيون، يعني اللي يولي لنا سورس دو تونسيون، ولكن هذه اون باراليل تولي اون سيري هاد 17.14، ونكملوا السيركوي ديالنا تولي 4 اوم وتولي عندنا واحد لا سورس دو تونسيون 20 اوم، وتولي عندنا هنايا 73، هادي امبير وهادي اوم. صافي سي بيان، دابا ركز معايا مزيان، دابا هذا حولناه لهنا، يعني غادي نلقاو في، شحال القيمة ديال في؟ في شحال كتساوي؟ كتساوي اي اس، يعني 200 مقسومة على 47 فوا ار، شكون هي ار؟ هي 17.14. دونك تهز لي كالكول وتحسب وتلقى النتيجة نتاع تقريبا 72.9 فولت، يعني هادي عطينا 72.9 فولت. صافي سي بيان، حد الان كلشي مزيان. اشنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان هاد الجوج هادو مالهم اون سيغي، يعني نحولهم ار ايكيفالون، يعني تعطينا 17.14 ار ايكيفالون بلوس، لانهم اون سيغي بلوس 4. سي بيان، شحال تعطينا؟ 7 زائد هذا يعني هتعطيك شحال؟ 23.14، شكون هي الوحدة الاوم، يعني هذه غادي نحولوها كما العاده لواحد الريزيستونس اللي كتعطيك 21.14 اوم. نقدروا نديروا تحويل اخر، شكون هو؟ عندنا هنايا واحد لا سورس دو تونسيون، وعندنا هنايا ار، يعني اون سيري، يعني نقدروا ها هي اون سيري نقدروا نحولوها لواحد لا سورس دو كورون اون باراليل مع ريزيستونس، يعني هذه هاد الكتابه هذه نقدروا نحولوها لاش للسورس دو تونسيون، ياك واحد ريزيستونس اون باراليل ما غاديش تغيرنا هي 21.14، واحد السورس دو تونسيون ها هو دو كورون عفوا 20 اوم، وهذاك اللي ما بغيناش كاع نقيسو حتى الاخر حاجه باش نلقاو التيار ديالنا 23 اوم. دونك دابا المشكله هي لو كورون هنا شحال كيساوي لنا، اي اش كيساوي لنا لو كورون؟ اي كيساوي لنا لا طونسيون مقسوم على الريزيستونس. لو طونسيون عندنا هنايا، هنا هذا وي لو طونسيون هنايا هي 72.9 فولت مقسومة على الريزيستونس هي 21.14. سي بيان، هتعطينا بالأمبير، يعني هتعطينا 3.44 أمبير. سي بيان، يعني القيمة ديال هدا هي 3.44 أمبير. أشنو كنلاحظو؟ كنلاحظو أنها 3 أون سيغي، يعني الترتيب ديالهم ممكن أنني نغيرو، ما عندناش مشكلة، يعني هذا نقدروا نجيبوه لهنايا. سي بيان، هنا خاصنا نعرفوا واحد الحاجة مهمة نشرحها لكم. الوغ هنايا شوف معايا، مهمة بزاف، نمحيو هاد البارتي، دونك هادشي ما نحتاجوش، صافي راه خدمنا على حساب الطابلو صافي. سي بيان، شوف معايا مزيان، شوف واحد الحاجة مهمة. الوغ عندي هنا واحد
واحد لا جينيراتور، يعني عندنا واحد لا سورس دو طونسيون، هذا سميتو ها هو من الموان بلوس او ان، القيمة ديالو اكزومبل دو فولت ياك، وعندنا هذا من الموان بلوس القيمة ديالو او دو، القيمة ديالو 3 فولت اكزومبل، صافي. هذا كي ايكيفالي نقدروا نجمعوهم، لو طونسيون نقدروا نجمعوهم بواحد لا طونسيون وحده ياك، بعدا متفقين معايا، من الموان بلوس اللي غتعطينا او ياك، اللي كتساوي لنا او 1 بلوس او 2 المجموع ديال هادو جوج زائد 3، يعني هاد او كتساوي 5 فولت، يعني الا كانوا اون سيري كنقدروا نجمعوهم. لا ميم شوز بالنسبه بالنسبه للسورس دو كورون، حتى هو كنقدروا نجمعوه كيفاش، ولكن العكس ديال هذا، هذا خاصو يكون اون سيري، ولكن هذاك خاصو يكون اون باراليل، صافي، لان قلنا لو طونسيون كنجمعوهم الا كانوا اون سيري، ولكن لو كورون فوقاش كيتجمعوا الا كانوا اون باراليل. سي بيان، يعني الا كان عندنا واحد لا طونسيون هكا ياك، وعندنا واحد لا طونسيون اخر بحال هكا اون باراليل، مزيان هكاك، هذا راه كي ايكيفالي لنا واحد طونسيون وحده، ولكن على حسب الاتجاه، ركز معايا، الا كان الاتجاه ديالهم بجوج هكا طالع للفوق نفس الاتجاه، وهذه عندها اكزومبل جوج امبير وهذه 3 امبير، فان كنجمعوهم هذه تعطينا 5 امبير، مزيان. الا كانت هذه نازله لتحت وهذه طالعه للفوق، فان كنديروا 3 ناقص جوج، يعني تعطينا 1 امبير، يعني القيمه ديالها هي 1 امبير. ركز لي حتى في الاتجاه، لا ميم سوس حتى في لا سورس دو طونسيون، الا كان الاتجاه كيتخالف كنديروا الناقص، صافي هكاك، هادشي كامل باش نفهموا هاد البارتي هادي. دونك هنايا عندنا الاتجاه ديال هادو راه طالع بجوج، دونك راه هكا الفوق، سي بيان، دونك يعني الا جمعناهم هادي يعطينا واحد السورس وحده، ها هي سورس دو طونسيون وحده، شحال القيمه ديالها؟ 3 زائد 20، يعني 23 فاصلة 44، صافي، مزيان. نكملو السيركوي ديالنا، السيركوي ديالنا هو هذا، ها هو، واو سي تخي بيان، هذا عطانا 21.14، وهذا عطانا 23، ما قصناش 23 اوم، وهذا هو لو كورون اللي بغينا نجبدو هكاك. الو عندنا هنايا اي اس، نسميو هادي اي اس، لو كورون اي اس هو هذا، هو اللي كيعطينا هاد لا سورس دو طونسيون، هو 23.44 اوم، صافي. يعني هنا باش نقدروا نجبدوا اي اللي بغينا نجبدوها، هاد اي 23 نقدروا نجبدوها باستخدام لا ديفيزور دو كورون هكاك، يعني الا خدمنا، دونك نحيو هادشي، الا خدمنا ديفيزور، كتبوا هنايا ديفيزور ديفيزور دو كورون، دو كورون، ركز معايا مزيان، لا ديفيزور دو كورون اش كتقولنا؟ كتقولنا ان لو كورون اي 23 كيساوي لنا اي اس، اي اس يعني 200، نحطو النتائج اون ديريكتومون، 23.44 فوا اش فوا الريزيستونس الاخرى، ماشي هادي في كيدوز اي 3 اللي بنحسبو الاخرى، يعني 21.14 مقسومة على ريزيستونس الأخرى بلوس ريزيستونس اللي كيمر فيها التيار اللي بغينا نلقاو زائد 23. حنا لقينا اي 23، صافي، اون ديريكتومون غاتحسبها بكالكولاتريس غاتلقى 11.26، سي بيان، هذا هو الوحدة، ما تنساوهاش الشباب، مهمة بزاف، أمبير، يعني هذا هو النتيجة اللي قالك البروف. يعني هنا اهم حاجه قلنا ان هاد البارتي ما كنقيسوهاش، لان بغينا نحسبوا اي 23، يعني ما تقيسهاش، كتبقى دير هاد لا ميثود هادي ديال ايكيفالون دو سورس دو طونسيون اون سورس دو كورون. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. الوغ بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في العرض، ممكن شي سامبلومون يقدروا انه يتواصلوا معنا في الواتساب، غتلقاو النيميرو تحت في التعليقات. الوغ نتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الكور ديال الكترو سينيتيك.